اجمعوا على قمامتها، اجمعوا على المخدرات، اجمعوا على كل شيء من اجل الشرطه المالي كله نظيف. وهذه السمعه ايضا وماذا رقي يعني من باكر التقدم لهذا الجانب ديال الاطراف. الكاتب العام للاتحاد العام الشغالي من المغرب، كاتب الوطني للمكتب الوطني، ستكون علاقه مباشره بالكاتب العام للاتحاد العام الشغالي من المغرب. عرفتوا علاش الاخوان؟ باش يكون صوتكم مسموع في جوايان بعيده، وباش يكون الكاتب الوطني ديالكم والمكتب الغادي الوطني يكون معاه يمثلكم حق تنفيذ ويدافع على القضايا ديالكم في العمل النقابي داخل قطاع النظافه. كيفاش غادي يكون اليوم الفارق الاخوان؟ انا اللي كنتعهد به امام الله اولا وقبل كل شيء وامامكم على انني ساعطي استقلالي لقطاع النظافه عن اي واحد يدخل فيه. يا حبيب يا مكان لازم يا حبيب في وحده وتنظف لولايه ايكونيكا وفي وحده وتنظف لولايه ايكونيكا وفي وحده وتنظف لولايه ايكونيكا وفي وحده وتنظف رشاد عبد السلام الكاتب الإقليمي لمدينة الدار البيضاء الكبرى الاتحاد العام الشغالين بالمغرب. أولا هذا اليوم لقاء تواصلي مع الإخوان المناضلين شركة إيفردا اللي التحقوا بالاتحاد العام، التحقوا لدارهم، وحقيقة أن كان اليوم شعار التزام دائم لحماية الحقوق وصيانة المكتسبات. فهذا اللقاء اللي ترأسه الكاتب العام الاتحاد العام الشغالين بالمغرب سي النعمان ميارا، واللي أعطى حقيقة توجهات وأعطى آراء وأفكار اللي حقيقة العمال التمسوا خاضوا بأن نقابة جادة، نقابة اللي غادي تسهر معاهم من أجل ضمان الحقوق ديالهم والمكتسبات ديالهم. الإخوان هما في الحقيقة بغاو ما يسمى بالاستقلالية ديالهم، أي بمعنى أوضح أن يتدار مكاتب إقليمية ثم مكاتب جهوية ثم كذلك مكاتب بعد المكاتب الجهوية يتعمل المكتب الوطني للإخوان هاد العمال والمستخدمين ديال شركة إيفردا. وهذا حق مشروع لأن قطاع خاص، وكذلك أن الكاتب العام أعطى توجيهات ديالو النيرة على أنه سيبقى متواصل مع هذه الشريحة. كما تتعرفوا أن الكاتب العام دائما بابه مفتوح للجميع من أجل النضال والدفاع عن مكتسبات والحقوق الشرعية للإخوة. هذا اليوم كذلك باسمي وباسم المكتب الجهوي والإقليمي أشكر كل اللجنة التنظيمية اللي سهرات وقامت على هذا العرس اليوم من أجل إنجاح دياله. وهذا حقيقة أن ما جاش بالسل، ولكن بعد النضالات وحقوق العامل، والأساس من هذا كله هو الكرامة، الكرامة ثم الكرامة، والله ولي التوفيق. المكان المغربي بفضل الجهود كتقوموا بها انتم العاملين والعاملات، اذا ما كايناش يقولوا باننا نحن داخل قطاع مهمش، بل نحن داخل قطاع الراي.